إذن استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى مصطلح الإبادة الجماعية لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في اتهام للجيش الروسي الذي يواصل عملياته العسكرية في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه لم يصدر عن الإدارة الأمريكية من قبل. بايدن قال للصحفيين صراحة إنها إبادة جماعية، مشيرا إلى أن الأمر بات أكثر وضوحا في أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن يكون هناك أوكرانيا. وقبلت تعليقة بايدن بإشادة بالغة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي شجع القادة الغربيين على استخدام المصطلح ذاته لوصف الحرب الروسية على بلاده. وسبق أن اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا بعد مقتل مئات المدنيين في بوتشا ومدن أخرى. هذا وتعرف معاهدة الأمم المتحدة التي تشكل الولايات المتحدة طرفا فيها، تعرف الإبادة الجماعية بأنها إجراءات تتخذ بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية. عادة ما كان الرؤساء الأمريكيون السابقون يتهربون من وصف الحملات الدموية بالإبادة الجماعية، مترددين في إطلاق وصف يلزم بموجب اتفاقية دولية تدخل الدول الموقعة عليها بمجرد وصف العمل بالإبادة الجماعية رسميا. The evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible thing that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. ونناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من كييف دكتور ألكسندر بوغومولوف مدير المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك. من موسكو المحلل السياسي بسام البني، أهلا بك. ومن واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية إيهاب عباس، أهلا بك. أهلا بضيوفي. للبدء بمناقشة، في الواقع نحن سننطلق بتصريح بايدن، ولكن سنبقى دائما في انتظار ما سيرشح عنه من تحقيقات، لأنه تعلمون بأن هذه المصطلحات التي نتبعها والتي تطلق من حين إلى آخر هي تحتاج كذلك إلى توصيف قانوني، ولكن بايدن استخدمه واعتبر وهو أكد على أنه يعتبر بأن هذا توصيف شخصي في انتظار ما سيقوله المحامون كما قال. وهنا سؤال لك أستاذ بسام، هل ترى بأن ما يحدث في روسيا كما قال بايدن إبادة جماعية؟ بكل تأكيد لا. يسعد مساكي ومساء السيد إيهاب والضيف الآخر ومساء مشاهدين قناة العربية. بكل تأكيد ليس هناك إبادة جماعية في أوكرانيا كما يتكلم بايدن، ولكن عودتنا جمهورية أو إمبراطورية الكذب كما وصفها السيد بوتين وهي الولايات المتحدة الأمريكية على الإشاعات وعلى الادعاءات الكاذبة ابتداء من العراق إلى يوغوسلافيا إلى فيتنام إلى كل الحروب التي خاضتها تحت
حجج واهية، وكانت هي من تقوم بالإبادة الجماعية. يعني مدينة الموصل دمرت عن بكرة أبيها، هذه إبادة جماعية لم يتكلم عنها أحد. اليوم يدعون أن روسيا تقوم بإبادة جماعية، روسيا اليوم تقوم بعملية عسكرية خاصة محدودة، وهي تمتنع أصلا عن ضرب مواقع قد تقترب منها مناطق مدنية. اليوم عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا أقل من عدد الصواريخ التي ضربتها روسيا على أوكرانيا. روسيا تضرب البنية التحتية العسكرية حصرا ولا تضرب أهداف مدنية، وكلنا شاهدنا الكذب الذي حدث بعدة نقاط. يعني الخط الذي تستخدمه الوسائل الإعلام الحربية الأوكرانية يذكرنا تماما بالخط الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية بكل حملاتها العسكرية. يعني يكذب الكذبة، وكلما كانت أكبر يكون تصديقها أسهل، هذه القاعدة التي يمضون عليها. لذلك شاهدنا مثلا عندما تحدثوا عن المسرح في ماريوبل أن روسيا قد تضربه، تم تفجيره من قبل قوات أزوف، وعندما دخلت وسائل الإعلام وجدت أن الانفجار من الداخل وليس من الخارج، ولم تعد تذكره وسائل الإعلام. بعدها جاءت استفزازات أخرى كبوتشا، بعد أن عرض التلفزيون الروسي أن هناك جنود أوكران يسحبون الجثث بالحبال من أجل أن يكون المظهر والمسرحية أجمل. نعم طيب. القتلى حقيقيون للأسف الشديد، ولكن من قتلهم؟ هل أجرت الجهة مستقلة تحقيقا؟ هم يطلقون الاتهامات قبل التحقيق وقبل وهذه هي النقطة المهمة في الواقع أستاذ بسام. هذه هي النقطة المهمة والتي سأنقلها إلى ضيفي. سأعود لك أستاذ سأعود لك لنتفاعل كذلك. كنا مع هذه النقطة، ولكنك تحدثت عن أن هذه التوصيفات تعطي جزافا قبل التحقيق، وهنا سؤال لك أستاذ إيهاب. ضيفي يعتبر ذلك، وأقتبس منك وأنقل هذا المصطلح، كذب من الرئيس. ولكن حتى قبل هذا التوصيف، لماذا يطلق بايدن مثل هكذا مصطلحات تعلم بأنها تحتاج إلى تحقيقات معمقة وفي هذا الوقت الحساس؟ أهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام، تحياتي للجميع ولكل المشاهدين أينما كانوا. الرئيس بايدن لنتفق لديه فيما يبدو ثأر شخصي مباشرة مع الرئيس الروسي بوتين، وهذا بات واضحا قبيل حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عندما وصفه بالقاتل وقال إن روسيا ستدفع الثمن آنذاك، ومرورا بالتصريحات التي أطلقها عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة حتى بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى اليوم، من قاتل وجزار وديكتاتور وإلى آخره من هذه الأوصاف. هذا الجانب. نعم، وبالتالي لا يفوت الرئيس الأمريكي أي فرصة كي ينعت الرئيس الروسي بأوصاف تكون كبيرة وقاسية وتجحذ كل يعني وسائل الإعلام والمواطنين حول العالم ضد الروس وروسيا والرئيس طبعا الروسي فلاديمير بوتين. ولذلك شهدنا تصريحات من البيت الأبيض يعني في مرات عديدة يحاول أن يلطف الأجواء دبلوماسيا بعد اعتراضات من قبل روسيا على مثل هذه التوصيفات. من ضمن هذه التوصيفات طبعا اليوم هي فكرة الإبادة الجماعية. كما حضرتك ذكرتي وكما ذكرتم في بداية الحلقة أن مصطلح إبادة جماعية يخضع لإجراءات كثيرة مشددة، لأنه سيستتبع بعد ذلك إذا ما ثبت بالفعل أن هناك إبادة جماعية سيستتبع تدخلات دولية من منظمات دولية ومحكمات حتى دولية وإنشاء حتى محاكم خاصة. بالفعل، وهذا في الواقع سيكون له وقع كبير إما بالسلب أو الإيجاب على الرئيس بايدن، وهو مقبل وحزبه الديمقراطي على انتخابات تجديد نصفي بعد شهور قليلة. فإذا لم يستطع بايدن أن يثبت كما يقول أن الرئيس بوتين ارتكب إبادة جماعية في أوكرانيا،
خلال هذه الشهور القليلة جدا فإنه سيتعرض لضربة سياسية داخلية كبيرة بجانب الضربات الأخرى التي تتعرض لها اليوم الإدارة الديمقراطية بسبب مواقفها المختلفة من الحالة الاقتصادية الأمريكية والحرب الأوكرانية الروسية والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي وبدأ معها المواطن الأمريكي يمتعض وبدأت امتعاضات في الحزب الجمهوري أيضا الذي يستعد للانتقاد بالضبط. الأكيد بأننا سنعود إلى تداعيات هكذا تصريحات، ولكن دكتور ألكسندر من وجهة نظر حضرتك ما يقوله بايدن إلى أي مدى هو دقيق؟ أنا بصراحة بالنسبة لنا يعني الناس الذين لم نتعرف على واقع الحرب على واقع الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الروسي عندنا ليس على الورق وليس عن الشهادات والدلائل المزورة التي توصل من موسكو إلى آخره، وكذلك لا نرى ما يحصل من منظور الصراعات العالمية الكبيرة بين العالم العربي وأمريكا إلى آخره، وإنما نحن نعيش هذا الواقع ونشاهده وعندنا أهالي وعندنا زملاء عندنا موجودين في بوتشا فنحن نعرف من كلام الناس من شهود عيان ما حصل هناك وليس من أي ورق الأشياء المكتوبة على الورق فمؤلم صراحة مؤلم. فنحن كنا متعاطفين جدا مع الشعب السوري مع الثوار السوريين وكذلك مع أهل موصل وأنا بالذات كمراقب سياسي اللي كنت أتبع هذه الأحداث باستمرار مؤلم بالنسبة لي أن أسمع هذا الكلام صراحة. بالنسبة لمقال بايدن أنا متفاهم كثير أنكم ترون على ما حصل في أوكرانيا ليس من منظور المصلحة الأوكرانية ولا تبالوا بأوكرانيا بشعب أوكرانيا إنما بصراعاتكم مع أمريكا بعدم تفاهم مع أمريكا ببعض بعض الأشياء بعض الترقبات فقط لأفهم دكتور ألكسندر من الإشارات القديمة توضيح بسيط فقط أنا فاهم هذا الشيء توضيح بسيط لو سمحتي دكتور ألكسندر كلام حضرتك موجه لضيفي في موسكو فقط لنتفق حتى أخذ فيما بعد حق الرد. بالنسبة لما حصل بالنسبة لي أي شيء واضح بايدن بايدن كبايدن كشخص كشخص الشاهد الواقع التاريخي الإنساني علق على هذا الأحداث لا علاقة بمقال بما حصل بين أمريكا وفيتنام والصراعات القديمة هذا شيء مهم جدا لكن ما له دخل في الأمور الحالية المعاصرة الحاصلة عندنا في البلد المؤلمة جدا التي نعيشها. أما بالنسبة للمفاهيم فهناك أكثر من بند في الاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في كثير من الأشياء تدل على هذا بوتشا وغير بوتشا كذلك هناك محاولة هناك إيديولوجية كاملة المبنية على النفي ما هو الهوية الأوكرانية في روسيا كل الخطاب السياسي الروسي محشو بهذه المفاهيم التي تنفي وجود أوكرانيا كدولة التي كذلك تنفي وجود الهوية الأوكرانية وحق السيادة طيب وهذا ناقشناه في ملفات أخرى ولكن اسمح لي أن نبقى في نفس هذه النقطة. أستاذ بسام ضيفي يقول بأن هناك خلافات بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا طبعا هو يحمل مسؤولية لروسيا يقول بأن روسيا تستعرض وتتحدث عن مسرحيات وفي الواقع هي التي تؤسس لهذه المسرحيات وهي التي تصرح بشيء غير موجود هو يحدثك عن واقع موجود ما في مسرحيات هناك مصنع يا دكتور ألكسندر لو سمحت لي سؤال للأستاذ بسام سنعود لك أستاذ بسام تفضل اسمحي لي أن أبدأ بتعريف الإبادة الجماعية كما تقدم تقريركم بتعريفها وهي قتل على الهوية أو قتل على المذهب أو على الديانة إلى آخره أو العرق. اليوم نحن نشاهد أن الروس منبوذون في كل مكان وكل المسؤولين الأوكران والعسكريين الأوكران والمرتزقة الأوكران ينادون بقتل كل روسي أينما كان ورأينا فيديوهات كيف يقتل الأسرى ويتم تعذيبهم وإطلاق النار عليهم وهم أحياء ولم نلاحظ أن الجندي الروسي قام بتعذيب أسير أو قتله بل بالعكس تماما نجد معاملة حسنة تقديم الرعاية الطبية الحفاظ على الحياة والمبادلة
عندما يحين الأمر أو يسمح الأمر. فمن يقتل من ومن يبيد من على الهوية؟ إذا كانت أوكرانيا نفسها تقول لك مسكلاكا نجيلاكا، يعني المسكوفي أو الروسي على المشانق، يعني من يقول، من ينادي بقتل الروس على الهوية؟ ألم يشطب اسم يوري جاجارين أول رائد فضاء في على العالم في أمريكا؟ اسمح لي واعذرني فعلا على المقاطعة، لكن وأنت تتحدث ضيفي يستمر في الحديث دكتور ألكسندر، لا أعلم إن كانت لديك تعليقات ولكن تعلق باختصار لو سمحت لأنه لضيفي كذلك حق الرد. دكتور ألكسندر تفضل. بالنسبة لهذا الكلام يعني الوارد حاليا بالنسبة للجانب العرقي، يعني الجيش الأوكراني يتكون يعني على الأقل 20% من الناطقين باللغة عرقيا يعني من الأصل الروسي، يعني كذلك يحاربون من أجل البلد. احنا يعني شعب موحد، يعني ليس هناك أوكرانيين متطرفين الذين يقتلون الروس، هذا مفهوم خاطئ جدا، يعني تاريخي يمكن يعني لكن مش وارد حاليا ومش مقبول شعبيا أبدا، مش مقبول ولا حتى من قبل القيادة كذلك، يعني من قبل الجيش يعني نفس الشيء، يعني فهذا مرفوض طيب رفض تاما يعني. طيب من وضحت الفكرة، تفضل أستاذ بس مواصل. يعني أنا أشكر السيد ألكسندر لأنه يتفهم أن الشعب شقيق الأوكراني والشعب الروسي شقيقين، ولكن على أرض الواقع نجد ملاحقة كل ما هو روسي في العالم كله وليس في أوكرانيا وحدها. نجد أنهم حذفوا اسم أول رائد فضاء من في أمريكا وغيروا اسم الاحتفال بالفضاء لأنه روسي فقط، يوري جاجارين. نجد أنهم منعوا تشايكوفسكي، نجد أنهم منعوا يعني الجرائم الإبادة الجماعية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مستخدمة أوكرانيا كرأس حربة ضد كل ما هو روسي. هناك جرائم حرب جماعية ضد الروس، الثقافة الروسية وضد الموسيقيين الروس وضد الرياضيين الروس وضد المواطنين الروس. نجد أن كل من هو روسي هو مستهدف في أوروبا وفي أوكرانيا. طيب وأينما كان، فمن يقوم بالجرائم الحرب؟ من يقوم بالجرائم العنصرية إذا كان تعريف العنصر فقط؟ أستاذ بسام أنا أفهم بأنه حضرتك تتحدث عن يعني سحب حقوق من رياضيين من فنانين، ولكن ليست في إطار. طيب دكتور ألكسندر لن أكمل سؤالي، تفضل تعليقك. لا أنا أتحدث عن قتل، سأعود لك سأعود لك لو سمحتي لي بس بجملة واحدة. طيب تفضل تفضل تفضلي. أستاذ بسام تفضل. أنا آسف. يعني نحن شاهدنا فيديوهات كيف تم نحر الجنود الروس، شاهدنا فيديوهات كيف تم قتل الروس، شاهدنا فيديوهات كيف يعني يعرضوا البربراغاندا الأوكرانية بأنه يجب قطع الروس في المناجل. يعني هناك الكثير من الأمور الدموية التي تنادي بها أوكرانيا في الوقت الذي يحافظ الروس على المدنيين ويساعدهم. فمن يعني إذا عدنا إلى التعريف الحقيقي للإبادة الجماعية نجد أن العكس تماما، ليست روسيا من تفعل هذا، وهذا ليس لأن الأوكرانيين يريدون ذلك، لأن الأمريكان هم من يدفعوهم إلى ذلك. أصلا زيلينسكي عندما يطالب الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات كاملة مع روسيا وفرض عقوبات أكثر والتخلي عن الغاز والنفط لأن الولايات المتحدة الأمريكية توعز له هذا الأمر لأنها هي المستفيدة من هذه الحالة. الأوروبيين يعني ملوا حتى من زيلينسكي، أقصد الأوروبيين المحترمين وليس شرق أوروبا الذين يزورون اليوم كيف، الذين يريدون الحرب مع روسيا بأي ثمن ويجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة. كل هذه الأمور خطيرة للغاية، يجب أن ننتقل الألفاظ كما قال ماكرون. ماكرون قال رويدا علينا، يعني انتقوا الألفاظ ليس بهذه السهولة إطلاق مثل هذه الاتهامات. هذا الموضوع كثير خطير. دكتور ألكسندر. لا هذا مرفوض تماما، هذا دعاية روسية بحتة يعني، ولا ليس شيء إلا ذلك يعني. فهم شلون يعني بناء على هذا الكلام الاستنتاج انه اوكرانيا الذي هاجمت يعني التي هاجمت روسيا وليس روسيا التي هاجمت، يعني كل الكلام اللي يدور عن روسيا حاليا وعن الروس عبارة عن جنود الروس الذين يغتصبون النساء يقتلون الاطفال. يعني فهناك حالات موثقة كثيرة جدا يعني النيابة
العامة تعمل باستمرار. هناك خبرة طب شرعي من أوروبا كذلك، من الفرنسيين يعني وغيرهم وغيرهم، يعني هناك وفود دولية نزلت على الأرض ونظرت الواقع. يعني صراحة هناك يعني دلائل يعني قدر غير المستطاع، ومع الأسف تتراكم يعني باستمرار بفعل الأعمال الروسية البشعة يعني في بلادنا. يعني كنا نحاول أن نناقش تصريحات بايدن، بتنا في نقاش ثنائي واتهامات ثنائية أستاذ بسام كما تتابع معي، قبل حتى بلوغ أو قبل حتى الاطلاع على فحوى وما سيرشح عن التحقيقات. يعني بكل تأكيد ليس هناك أي أدلة، ليس هناك أي أدلة على أي مجازر جماعية. نعم هناك قد تكون قتل هناك الكثير من البشر، ولكن من قتلهم؟ من المستفيد من قتلهم وإظهارهم بهذه الصورة؟ إذا بعلم الجريمة، إذا أردت أن تعرفي من هو القاتل، عليك أن تعرفي من هو المستفيد. هل روسيا مستفيدة من أن تكون هناك فظائع كالتي شاهدناها في بوتشا أو غيرها؟ يعني حتى أن محطة القطار التي تم قصفها بصاروخ توتشكا أو اتهموا روسيا به، وبعد أن عرضت قناة إيطالية بالغلط رقم التسلسل للصاروخ وثبت بالدليل القاطع أنه سلاح أوكراني ويستخدم من قبل أوكرانيا وتستخدمه القوات الأوكرانية، باتت وسائل الإعلام تصمت عن هذه المجزرة ولا تتكلم بها. طيب في ظل كل هذا أستاذ إيهاب، نحن أمام تصريح مبني على رؤية شخصية من رئيس أمريكي ورئيس دولة مهمة سواء في الناتو في الغرب أو حتى في هذه المعادلة وأطرافها عديدة، ولكن أبرز طرفها أو من أبرز الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية. نجد نفسنا فيما بعد في ثنائية إلقاء التهم المتبادلة باستعمال نفس هذه المصطلحات. سؤال سيطرح، على ما استند الرئيس الأمريكي لإطلاق مثل هكذا توصيف؟ نعم يعني الرئيس الأمريكي يعتمد في توصيفاته هذه على تقارير تأتيه من الاستخبارات الأمريكية وأجهزة التحقيق الأوكرانية التي تقوم بالتحقيق في كل الأحداث التي تجري وجرت في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، خاصة من الأماكن التي انسحبت منها القوات الروسية، وتكشف حجم الدمار الذي تسببته الصراعات والعمليات العسكرية هناك. وبالتالي هو لا يأتي بهذه التصريحات من عندياته. هي صحيح من الممكن القول أنها تصريحات تسبق الوضع القانوني والتوصيف الحقيقي للأحداث طبقا لإجراءات قانونية معينة، ولكن هو يقوم بهذه التوصيفات طبقا لما وردته من تقارير تؤكد مثل هذه العمليات، ولكن ما زالت تقارير محلية أمريكية. يجب أن يكون هناك، وأعتقد أن أمريكا ستسعى إلى هذا الأمر وهو بالفعل طلب ذلك، أن يكون هناك طبعا لجان تحقيق تتشكل ومحامون سيدرسون الأمر جيدا ويعطون الوصف القانوني للتحرك في اتجاه قضايا دولية ربما ضد الرئيس الروسي أو ضد الحكومة الروسية ككل أو أشخاص روسيون مسؤولون طبعا في الإدارة وإدارة هذه الحرب. أتحدث ربما عن وزير الدفاع الروسي شويغو، نتحدث ربما عن وزير الخارجية لافروف، وطبعا الرئيس فلاديمير بوتين بنفسه. فبالتالي أمريكا يعني تعلم جيدا وهي موقعة على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وبالمناسبة أمريكا وقعت على هذه الاتفاقية بشرط ألا يتم اتهامها بارتكاب مجازر أو إبادة جماعية إلا بناء على موافقتها في ذلك الأمر. هي وعدد كبير بالمناسبة من الدول وقعوا بهذا الشرط. فإذا في نهاية المطاف، في نهاية المطاف ربما أن كل هذه التحركات ستشهد يعني وقوفا سلبيا من عدد من دول العالم للتأكيد على أن هناك مذابح أو إبادة جماعية جرت في أوكرانيا. لكن طيب. ولكن حضرتك أستاذ إيهاب منذ قليل قلت بأنه ربما يكون الهدف من هكذا من هكذا تصريحات هو التأثير على الشعوب، ولكن هل يمكن لهذه التصريحات أن تؤثر على مسار العمليات كذلك؟ هل يمكن أن تؤثر على المفاوضات؟ هل يمكن أن تؤثر على إمكانية التهدئة أو التصعيد؟ وكيف؟
يعني بكل تأكيد سيكون لها تأثير سلبي على أقل تقدير من ناحية الجانب الروسي الذي سينطعد من مثل هذه التصريحات ويخرج بتصريحات مضادة أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في رؤية مفاوضات سلام أو اتفاق سلام يجري بين أوكرانيا وروسيا خلال الفترة القادمة. وسيكون هذا التصريح له صدى أيضا على العمليات العسكرية ربما في روسيا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه ربما سيؤدي بروسيا كي تتخذ أقصى درجات وتدابير الاحترازية حتى لا يكون هناك تكرار لمثل هذه الأحداث إذا ما بالفعل ثبت أن روسيا قامت بها. وسيؤثر من جانب آخر بأن العمليات العسكرية ستستمر ولن تنتهي وسيكون هناك هجمات مضادة أوكرانية على روسيا. وقبل قليل يعني كان شريط الأخبار لديكم يؤكد أن هناك احتماليات أن تقوم روسيا بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا أو في كييف بسبب مثل هذه التصريحات أو نوعيات التصريحات التي لا تؤدي إلى الدخول في مفاوضات سلام يكون لها تأثير مباشر على وقف هذه الحرب. صحيح أستاذ بسام، هل فعلا كما يقول ضيفي بأن هذه التصريحات أو إطلاق هذه التصريحات بطريقة مكثفة من جهة معنية ومؤثرة على هذه المعادلة قد يوقف روسيا، قد يهدئ من هذا التصعيد، أو أن لروسيا رأي آخر؟ يعني روسيا برأيي أنا ترى أن الغرب قد اتخذ القرار وأراد مواجهة روسيا عسكريا، لذلك اختلقت الذرائع، وهذا ما يؤكد أن العملية العسكرية التي قامت بروسيا بشكل استباقي كانت في وقتها. لأنك ما معنى أن تصعدي في منطقة شرق أوروبا ووسط أوروبا، ما معنى أن يتحدث وزير الدفاع الأمريكي مثلا عن نية تزويد الولايات المتحدة الأمريكية كيف بصواريخ بعيدة المدى تستطيع أن تطال الأراضي الروسية وتضرب في الأراضي الروسية في العمق الروسي. هذا يعني أن الغرب اختار المواجهة العسكرية التي روسيا كانت تخشاها، ولذلك كانت تقول للغرب عليكم التراجع لعام 1997 كما طلبت في الضمانات الأمنية التي بسببها بدأت هذه الأزمة. كل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هو عكس ما ترغب به روسيا. نعم هناك قد يكون قرار بضرب مراكز اتخاذ القرار، وقد قالها بوتين يوما ما ليس في أوكرانيا وحدها، يعني قالها بوتين إذا ما اعتديتم علينا سنضرب في مراكز اتخاذ القرار، وكان يقصد اتخاذ القرار في واشنطن. هذا قبل أن تبدأ العملية العسكرية. اليوم هناك تصريحات أن ستضرب إذا ما تم الاستفزازات استمرت ستضرب مركز اتخاذ القرار، أي ستضرب باعتقادي يعني البيت الرئاسي في كييف. وكيف تعرف الاستفزازات روسيا يعني أستاذ كل هذه الاستفزازات بالضبط؟ ولكن أستاذ بسام كيف تعرف روسيا مصطلح الاستفزازات؟ هذه التصريحات يمكن أن تكون من ضمن هذه الاستفزازات كما تعتبرها موسكو أم لا؟ أم نتحدث عن شيء عملي؟ طبعا بكل تأكيد، يعني بكل تأكيد يعني روسيا تقرأ كل ما يصدر عن الغرب بأنه استفزازي، لأنها هي تريد أن تنهي الأمر بالمفاوضات. ولكن مع أني أنا شخصيا لا أعول على هذه المفاوضات بشيء، لأني أرى الصورة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح ولا بريطانيا لزيلينسكي بأن يوقع اتفاق سلام مع روسيا بشروطها. ولكن هذه التصريحات هي من أجل المحاربة كما قالوا إلى آخر مواطن أوكراني، إلى آخر جندي أوكراني. روسيا يؤلمها هذا الأمر، هي تريد حل المشكلة بأقل الخسائر الممكنة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تزود روسيا أوكرانيا بالسلاح، تهدد الصين، تهدد البرازيل، تهدد الباكستان، تهدد روسيا، تهدد كل العالم. العرش الأمريكي اليوم يهتز، الأمريكا أصبحت كسيد للعالم كما كانت في التسعينات، أصبحت اليوم تشبه البطة العرجاء وهي تخشى على عرشها أن يسقط، لذلك ستحارب. يعني أنا أشبه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بالصقر الذي يحمل في يد أوكرانيا وفي اليد الأخرى أوروبا. ها أنا رميت لكم في أوكرانيا حاربوها، وإن انتصرتم عليها ستدخلون بحرب مع أوروبا. لذلك وهي بعيدة تنظر وتستمتع، لأن اقتصادها سيستفيد، صناعاتها العسكرية تستفيد، الغاز المسال سيصدر إلى أوروبا من خلالها، وكل هذا في هدف أنها
جمعت الغرب تحت شعار أن روسيا عدوانية ويجب الوقوف صفا واحدا في وجه روسيا. كل ما طلبته روسيا هو الأمن لأوروبا ولنفسها، كل ما طلبته روسيا هو الأمن الاستراتيجي للعالم، أن نعود للقانون الدولي وليس لقواعد اللعب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية متى شاءت وتغيرها متى شاءت وكلها على هواها ومن أجل مصالحها. روسيا لن تبقى موافقة على هذا الأمر، وأمريكا لن تبقى سيدة للعالم بعد هذه الحرب. طيب بقى لي سؤال للدكتور ألكسندر وباختصار شديد وأختم معك أستاذ إيهاب. دكتور ألكسندر، ما رأيك في هذا الكلام؟ وهذا الكلام يرجعنا من جديد إلى دائرة ضيقة، دائرة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحرك هذا البيدق، وبيدق آخر الآن يتحدث عنه ضيفي وهو أوروبا، يحرك أوكرانيا، يحرك أوروبا، ولكن هو لا يتضرر، هو ينتفع من إطالة أمد هذه الحرب. المتضرر الأول أوكرانيا، من يموت الأوكرانيون، من يمكن أن تقصفه روسيا هي المؤسسات الأوكرانية. تفضل. بصراحة بتسأل يعني محلل سياسي عربي عن أي شيء في أي قسم من العالم فراح يحكي عن أمريكا، يعني السؤال عن أوكرانيا راح يحكي عن أمريكا، السؤال راح يكون عن أي شيء آخر يعني راح يحكي كمان عن أمريكا. يعني ما في علاقة، صحيح إنه أمريكا تساعدنا يعني وتوفرنا الأسلحة والآخر، لأنه من الواضح الجلي يعني إنه الأمريكان لا يريدوا أن يواجهوا مباشرة روسيا أبدا يعني، ولم يكونوا يريدوا يواجهوا روسيا يعني أبدا، وإلى حد الآن نفس الشيء، ما تغير هذا الموقف صراحة. يعني أما روسيا يعني هي بلد إمبريالي جديد يعني، ولكن ليش أن يواجهوها يعني بحرب بالوكالة بمساعدة أو بأي أوكرانية يعني فهذا صحيح. متاح، فهذا عادي تراه. حتى الحالة السورية على سبيل المثال يعني هناك حرب الوكالة يعني ما بين إيران يعني وروسيا وتركيا والآخره وأكثر من بلد، لكن هذا لا ينفي وجود الشعب السوري ومصلحة الشعب السوري للعيش الكريم يعني في السلام، ونفس الشيء عندنا يعني الجيش الأوكراني يحارب من أجل الأوكرانيين، من أجل أرواح الأوكرانيين والشهداء الأبرياء اللي قتلوا يعني في بوتشا يعني في غير بوتشا، في ماريوبل هناك عشرات آلاف يمكن استشهدوا، ما حد يقدر يعد العدد لحد الآن لأنه هناك قتال يعني، فهذول الشهداء اللي ينادون دماهم يعني ما لازم تكون مهدورة يعني، ينادوهم بالقصاص يعني بالقصاص الناجز والعادل، هذا المهم بالنسبة لنا كأهالي البلد يعني وبالنسبة للجيش الأوكراني وليس شيء آخر، حتى ولو في تصوركم هذا يبدو أن يكون حربا بالوكالة. طيب في ظل كل هذا أستاذ إيهاب، نحن نتحدث عن تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، طيب، ونتحدث عن إمكانية أن تكون هناك تداعيات وحتى إنشاء محاكم خاصة بالتحقيق وبمحاكمة الذي دفع بمثل هكذا عمليات إبادة أو جرائم حرب أو لا نعلم ما المصطلحات الأخرى التي ستأتي، ولكن سؤال المطروح، من يحاكم رئيس ولاية أو رئيس دولة مهمة على إطلاقه مثل هكذا تصريحات دون إثباتها أو قبل إثباتها؟ هل يمكن أن يحاكم بايدن لأنه مثل هكذا تصريحات فهمت منكم بأنها قادرة أن تؤثر؟ لا. يعني اسمحي لي أجاب على سؤال حضرتك ولي تعليق على ما قاله الضيفان الكريمان. سؤال حضرتك، لا، لن يوجد من يحاسب الرئيس بايدن في هذا الإطار، لكن من الممكن داخليا على المستوى السياسي الداخلي يتم استغلال مثل هذه التصريحات كما ذكرت قبل ذلك للإطاحة بالديمقراطيين من البيت الأبيض أو قبل ذلك في انتخابات التجديد النصفي من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. من الممكن أن يحدث هذا الأمر إذا ما تحرك الجمهوريون بشكل مكثف في هذا الإطار. في تعليقي، السيد الضيف الكريم من أوكرانيا يقول لا يوجد أي محلل سياسي عربي سيتحدث إلا عن أمريكا عندما تسألي. يا سيدي، طب ما أمريكا هي التي موجودة في هذه الحرب، فبالتالي الحديث عنها جائز جدا، هي تقدم المساعدات والدعم والعمليات لأوكرانيا لاستمرار العمليات العسكرية ضد روسيا، وتحاول أن تجد يعني موقفا أوروبيا وعالميا موحدا في ظهر أوكرانيا في هذا الإطار، فالمسألة ليست محلل سياسي عربي أو غير عربي، وهذا أتحفظ على ما قلته حضرتك.
بالنسبة للأستاذ بسام، أنا أعتقد أستاذ بسام أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت الموقف جيدا الذي وضعت روسيا نفسها فيه. يعني الرئيس بوتين هو الذي ذهب إلى أوكرانيا وقام بالعمليات العسكرية هناك، واستغلت أمريكا هذا الموقف جيدا، يعني طبقا للاستراتيجيات ونظرية المصالح والبراغماتية البحتة. فهذه فرصة على طبق من ذهب للولايات المتحدة الأمريكية كي تقزم المنافس الأكبر لها على مستوى العالم عسكريا وسياسيا وأيديولوجيا، بأن تساعد أوكرانيا أولا في الصمود وتقدم لها كل الدعم الجائز حتى تستطيع أن تطيل أمد هذه الحرب وتستنزف روسيا عسكريا واقتصاديا. وأعتقد أنه لو عكست الآية فإن روسيا كانت ستلعب نفس هذا الدور، وكانت ستحاول أن تطوق أمريكا وتستنزفها أيضا عسكريا واقتصاديا، لأنها فرصة ربما لن تتكرر ولن يجود بها الزمان بعد ذلك. فأعتقد أن الولايات المتحدة طبقا لمصالحها وطبقا لمصالح الإدارة الأمريكية تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكن طبقا لمعطيات أخرى دولية من الممكن أن تلام بسبب أنها لا تؤيد المفاوضات بشكل كبير، بسبب أنها لا تتحرك لتجنيب وقوع عمليات عسكرية أكثر في الداخل الأوكراني، وأنها كما يقولون تقاتل لآخر جندي أوكراني. يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية تستغل من جهة روسيا لإضعافها وأوكرانيا كذلك لحساباتها الخاصة. أستاذ بسام. بس أعطيني 30 ثانية لو سمحت. تفضل، حتى أكثر، أنا دقيقة. أنا وافق كثير بما جاء به الأستاذ إيهاب، ولكن دعيني أقول لك أن الموضوع ليس هكذا. روسيا لم تورط نفسها في أوكرانيا، روسيا كان ليس لديها خيارات أخرى سوى أن تمنع أوكرانيا من أن تكون أرض متقدمة يستخدمها الناتو من أجل إجراء عملية ضربة استباقية لروسيا. هذا الموضوع واضح للعيان، ومن أجل احترام كلمتها طيب التي قالت بها أن انضمام أي دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الناتو هي أو استخدام أراضيه هي خط أحمر، فهي أرادت أن تثبت للعالم أنها قادرة على تحقيق سيمثل تهديد وجودي، مفهوم. ولكن أستاذ بسام، إن كان فعلا لروسيا الحق في الدفاع عن تواجدها أو عن حقها الوجودي، من حاجم روسيا؟ من ضرب روسيا؟ كيف هي تدافع عن شو؟ أكمل السؤال يا دكتور ألكسندر، سأعود لك. كيف هي يعني تهاجم؟ من هاجم روسيا؟ من ضرب روسيا؟ ما أنا عندي سؤال كذلك للأستاذ بسام. أستاذ بسام، إن كانت روسيا تهاب هذه السلطة، هل كانت لهذه العملية العسكرية أن تتم؟ ألم يكن لروسيا الإمكانية بأن تتحرك في الداخل الأوكراني ولكن ليس بطريقة عسكرية؟ يعني في أوكرانيا وروسيا هي ضحية. لا يمكن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدأوا بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا قبل أن تدخل أوكرانيا على مدى 8 سنوات، وهم مجهزين أوكرانيا. الخطط اليوم في أوكرانيا العسكرية كلها خطط ناتو، أسلحة ناتو. يعني وصلت الأسلحة. طيب أستاذ اسكندر، تفضل. أوباما ما كان يريد يعني يوفرنا بالأسلحة الصحيحة، بس في الوقت الأخير يعني. بس أوباما كان يرفض جافلين، يعني كان ما يعطينا أسلحة إلا خفيف جدا يعني. يا أخي أستاذ ألكسندر، يا أستاذ ألكسندر، هذا تشويه للواقع هي التي يعني وضعت نفسها في موقع يعني بوز الحرب، رأس الحرب. رأس الحرب شو يعني؟ وين؟ ما في حرب، يعني ما كان في حرب. الحرب بدأت روسيا يعني. ما هو قال لك بأن الحرب بدأتها روسيا، ولكن الغرب بدأ بتسليح. ألم تقل أوكرانيا أنها تريد تحرير شبه جزيرة القرب بالقوة؟ طيب، وتجب تحرير. سيبقى في هذا النقاش من سنوات متواصلة من كييف دكتور ألكسندر بوكومولوف مدير المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، من موسكو المحلل السياسي بسام البني، ومن واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية إيهاب عباس. دكتور ألكسندر، ستكون هناك تكملة لهذا النقاش، شكرا جزيلا لكم. بانوراما انتهت، شكرا دائما على طيب متابعتنا العربية.net دائما للمزيد. السلام عليكم.